نخش على الموقع ده ونيجي هنا نقول ستارت فري او نيجي هنا نقول جيت ستارتد. طبعا بيقول لي هتخش باكونت والكلام ده، تقدر تخش عن طريق جوجل، وتقدر لو عندك ايميل تخش عن طريق الايميل بتاعك. انا ممكن اكتب اسمي واخد الايميل بتاعي، تمام. يبقى الايميل يعني حقيقي طبعا، عشان تعرف بعد كده لو ما قدرتش تخش على الاكونت تقدر تسترجع طبعا تدخل باسورد، اختار الدولة أي دولة، وتقول له أنا موافق على السياسات والأحكام، وتقول له create account. بس ببساطة شديدة جدا. طبعا هنا بيقول لي الباسورد محتاجة تكون كذا حاجة، يعني ايه، على الأقل 16 حرف، وتكون فيها كابيتال وسمول، حروف ارقام ورموز. عشان كده قال لي ايه، انت تاخد بالك من النقطه دي. فنعيد تاني وهاجي هنا اكتب الايميل بتاعي اللي احنا كنا كاتبينه بقى، اعمل حاجه قويه شويه. ونشوف كده، نجرب الدولة. كده ايه، تمام خلاص. بيقول لي هتروح للايميل عشان تأكد الايميل بتاعك، هتروح للاكاونت بتاعك وتنتظر هيوصلك الايميل. تأدي الايميل الاخير واقول له verify email، يعني أكد الإيميل. دلوقتي قال لي إن تم تأكيد أو التأكيد على الإيميل. أخش بقى تاني ندخل الباسورد واليوزر نيم، هيدخل على لوحة التحكم دي. كده أنا دخلت على الحساب بتاعي. هنا بيقول لي ان انت ليك موقعين استخدمت منهم 0 من 2، يعني انت ليك تقدر تعمل 2 موقع ووردبريس هنا. طبعا لو حبيت تعمل اكتر يبقى هتعمل اكونت جديد بايميل جديد. ببساطة شديدة بنيجي هنا كرييت نيو سايت، او بنروح على سايتس هنا ونقول له كرييت ا فري سايت، اختار ووردبريس. في كذا اختيار، احنا هنختار ووردبريس. وبعدين بنبدأ هنا نعمل بيانات الحساب. هنا هنحط اسم الموقع بتاعنا، تمام. يعني مثلا انا لو هسميه اسمي ومختصر، اسمي كده مختصر، هنا بيقول لي هيبقى شكله كده، ده هيبقى اللينك بتاع الموقع بتاعي. لو تمام بالنسبة لي خلاص. هنا بيقول لي انت الموقع بتاعك بيخدم انهي فئة من الناس، يعني الأغلبية الزوار الموقع منين، هل قريبين من امريكا اكتر ولا من اوروبا ولا استراليا ولا كندا. احنا اقرب لاوروبا علشان يقدر انه يستضيف الموقع على يعني داتا سنتر او حاجة تكون قريبة من الزوار، فالموقع يكون اسرع. اقول له كونتينيو. هنا بيبدأ ان هو يعمل تأسيس او انستولينج الايه للووردبريس. بنستنى يخلص، لو خد وقت احيانا مفيش مشكله، المهم ان هو ماشي وبيخلص في الانستوليشن. طبعا بعد ما بيخلص خلاص بيبقى الشريط ده باللون الاخضر كده، وبيقول لك ايه،
visit your Pantheon site dashboard، يعني هنروح للوح التحكم الويب سايت. بتكون كده في لوحة التحكم الخاصة بالموقع. بيبقى عندنا حاجتين هنا، يعني لو احنا نلاحظ في عندنا هنا اتنين زر، visit development site و site admin، ده بيروح للويب سايت بتاعك وده لإدارة الويب سايت بتاعك. طيب تعال نشوف كده، لو انا رحت الويب سايت او رحت الإدارة دلوقتي عشان احنا اول مرة، هيطلب مني بعض الإعدادات. تمام، احنا اول مرة بيطلب إعدادات. اول حاجة بيقول لك لغة الموقع ايه، تقدر تختار انجليش، تقدر تختار العربي، وتقدر تختار اي لغة، كل لغات موجودة. تمام، بختار اللغة واقول له كونتينيو. هنا بيقول لي الموقع اسمه ايه، يعني اسم الموقع، الشركة، اسمك الشخصي، ايا كان. اسم الموقع، بتعمل يوزر نيم وباسورد تخش بيهم مش على الاكونت بتاع بانثيون. بانثيون خلاص احنا عملناه وعرفنا الباسورد واليوزر نيم. هنا ده للووردبريس نفسه، يعني انت ممكن يكون عندك موقع او موقعين ووردبريس، كل موقع ليه اداء، يعني بيانات دخول غير البيانات دخول بتاعت الموقع التاني، فده بتاعت موقع ووردبريس. فممكن اختار مثلا ادمن. تمام، وهنا تقدر انت تختار الباسورد انت عايزه، المهم يكون باسورد قوي. لو انت اخترت باسورد مش قوي، تمام، يعني مثلا لو انا كده اخترت باسورد مش قوي، هيقول لي ان هو مش قوي، هيقول لي لكن ده على مسؤوليتك، خلاص براحتك. تمام، يعني اعمل كده اقول له كونفيرم ان انا عاوز استخدمه كده. هنا بتحط الايميل الخاص بيك، لو انت الايميل، لو مش لازم برضو يكون ايميل البانثيون، ايميل الموقع ده تحديدا، لان ممكن انت يكون عندك اكونت على بانثيون وعامل موقعين، كل موقع يخص حد غير حد تاني، فده ليه بياناته وده ليه بياناته، ده ليه ايميل وده ليه ايميل. بعد كده باجي تحت اقول له انستول. هنا دي اعلمها لو انا مش عايزه يظهر في محركات البحث، كده يبقى يظهر في محركات البحث. احنا بالنسبه لنا مش هتفرق معانا لان احنا مش بنشتغل دلوقتي على مشاريع حقيقيه. تمام، فاقول له انستول ووردبريس. كده هو خلاص عمل الانستول واقدر ان انا اخش على الويب سايت. لو رجعت لوحه التحكم بتاعتنا تاني على موقع بانثيون، لو جيت عملت بقى زيارة الموقع visit development site، هيجيب لي الموقع اهو. دي الشكل اللي هو لما بتسطب بينزل عليه لغاية ما احنا نعدله. ده ويب سايت عليه داتا مش حقيقية، ولكن ده نموذج بس كده للبداية. وادي اسمي انا، وادي اللينك اللي انا عملته، لينك الموقع اللي انا لو حد دخل عليه هيلاقي الويب سايت بتاعي. تمام، لو دخلنا على السايت ادمن هلاقيه بيخش لي على الصفحة اللي اقدر اخش فيها على لوحة التحكم بتاعة الموقع. طيب اقدر اخش على طول، لازم اخش بانثيون، يعني انا دلوقتي لو انا مش عاوز اخش بانثيون وبعدين اخش على سايتس ومن سايتس اخش على الموقع بتاعي والكلام ده، ممكن هتكتب اسم الموقع بتاعك، انت خلاص حفظت اسم الموقع. تمام، كان اسمه بيطلع اهو هنا كده الموقع بتاعي. بعد الموقع بتاعي مكتبه كامل، اجي في الاخر اعمل سلاش الشرطة المائلة دي واكتب WP اختصار ووردبريس هايفن كده داش شرطة ادمن. اللينك ده يدخلني على ايه؟ يدخلني على لوحة التحكم. كده اهو انا مش محتاج اروح على موقع بانثي وكل شوية عشان اخش على لوحة التحكم، لا انا ممكن اكتب اسم الموقع وسلاش واكتب WP ادمن، ادخل الباسورد واليوزر نيم، اروح داخل لوجن على الموقع.